يا عباد الله، ما نراه اليوم في المجتمعات أغلبه منها انتشار هذه الآفة العظيمة، وإنك لتعجب كيف أن الإنسان العاقل قد تخلى عن عقله. كيف يرضى أن يكون قدوة سيئة؟ الأب الذي يتعاطى المسكرات والمخدرات، ما الذي ينتظره من أولاده؟ ما الذي ينتظره من بناته؟ ما الذي ينتظره من أهل بيته وهو يتعاطى المسكرات والمخدرات؟ لا يخجل من الله عز وجل، ولا يخجل من شيبته، ولا من كبر سنه، ويصر بعد هذا العمر الطويل على تعاطي المسكرات والمخدرات.